هلا احنا اللي عملناه هون حسبنا احنا بس ما كملنا، المفروض اكمل الايتريشنز. اكمل الايتريشنز، بس انا الفكره تبعتي انه بدك تطلع هون تشوفوا هاي 8 وبي راح تنزل شوي، بس على فكره ما راح تنزل كتير بي لانه احنا حفه ال 240. فاهمين علي؟ احنا ما حطينا زياده كتير ال، احنا الراوند الاب اللي عملناه قليل، فحتى لو كملنا الايتريشنز في 8.1 ما راح تنزل كتير، يمكن تنزل ل 8 باسنجرز. نحسب الافرج ترافلنج تايم حتى نشوف الفكره التاليه. هلا عادة عالميا ATT 1 مفروض تكون اقل من او تساوي 60 سكندز، هذا اللي الناس بيعتبروه مقبول انه الناس يقضيه اون افريج في داخل المصعد وهو ترافلنج، هذا افريج هذا مش ماكسيمم. خلينا نحسب الرقم هذا شو بيطلع، حد يحسب معي بالكالكوليتر بتساوي هلا H موجوده عندنا من هناك وS موجوده، كل الارقام الثانيه موجوده مش هيك، وتي اس حتى موجوده. S بلس 1 على S كانت عندي هون طلعت 7.2 مضبوط، فبتصير 7.2 زائد 1 على 7.2 مضروبه في H. H عندنا 27.18 على 2 مضروبه في DF على V اللي هي 4.5 على 1.6. هاي اول ترم. ثاني ترم S بلس 1 على 2 7.2 زائد 1 8.2 على 2 بتصير 4.1 في TS اللي هي طلعت معنا 8.1. واخر شيء بي بلس 1، لاحظوا بي بلس 1 بتشمل البوردنج تايم والالايتنج تايم، مش غيرنا الفورمال وضفناهم عشان تشمل الاثنين، فبصير عندي بي كانت 8.1 مش هيك؟ 8.1 زائد 1 بتصير 9.1 في 2.4. حد يحسب الرقم هاد؟ 98.75 5%. اوكي؟ طبعا هذا رقم كبير جدا، اكبر من اكبر بكثير من الرقم الستين اللي موجود هون، فهذا رقم غير مقبول. فهون هذا سبب ثاني ليش احنا ممكن نضطر انه نعمل، هلا بدنا نعمل شيء اسمه زوني، بدنا نقسم العماره هاي ال 30 طابق اقسمها ل 17 مثلا وفوقهم 13 ومجموعه يخدموا ال 17 ومجموعه يخدموا ال 13، شو بنسمي هذول الجزئين؟ زونز. بعمل زون منخفض لور زون وأبر زون وبصمم لكل زون لحاله.